إذا وصل الوفد الوزاري العربي برئاسة قطر إلى دمشق قادما من الدوحة لبدء وساطة بين النظام السوري والمعارضة، والتقت لدى وصولها الرئيس السوري بشار الأسد. وفي ختام اللقاء أعلن رئيس الوفد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن اللقاء كان صريحا ووديا، وأنه لمس لدى الحكومة السورية حرصها على العمل مع اللجنة للتوصل إلى حل، مشيرا إلى أن اللقاءات سوف تتواصل في 30 من الشهر الجاري. وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من قطر ومصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والجامعة العربية. وفيما دعي الإعلام لتغطية وقائع هذا الحدث، فإن وزارة الإعلام السورية منعت قناة الجديد من التغطية، علما أن القناة ممثلة بمراسلها في دمشق الزميل نضال حميدي الذي بقي خارج الحدث.